بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حدينا فكرة مشروع ان احنا نستخدم طاقة الشمسة بدل ما نسيبها مهملة كده نخرج منها الطاقة. ممكن مثلا نستخدمها بدل البنزين والغاز الطبيعي والحاجات ديت، بدل ما هي بتلوث البيئة وبتعمل احتباس حراري واضرار، ممكن نستخدم طاقة الشمسة. هي مش فيها اضرار ولا اي حاجة، ان احنا نستخرج منها الطاقة مثلا وقود للسيارات، الطاقة مثلا بتاعت المحل يعني اللمبة بتاعت المحل نشغلها بالطاقة الشمسية عن طريق ان نستخدم الألواح الشمسية. انت جبت الفكرة دي منين؟ والله دي فكرتي انا، يعني مش اول واحده افكر في الفكره، بس حبيت ان انا خارجها للناس. في ناس ممكن مش تكون عارفاها وكده، يعني مش تكون عارفه ان طاقه الشمس ممكن نستخدمها نطلع منها وقود وكده. يعني هتنفذ الفكره ازاي بقى؟ عن طريق الواح شمسيه. الالواح الشمسيه بتحول طاقه الشمس لطاقه، يعني الشمس ضوء الشمس بيتحول لطاقه الحراره. ممكن نحول الحراره ديت لطاقه نستخدمها في وقود السيارات، التوك توك مثلا اللي ماشي في الشارع، بدل ما هو قاعد بيستخدم غاز طبيعي وبلوث البيئه وكده. يعني نفسك توصل لايه بقى؟ نفسك توصل لايه؟ ان مثلا الناس تشجعنا، يعني بدل ما مثلا الولد اللي كان صور على نفس القناه برضو، بدل ما الناس طلعت قاعده تراجع عليه ويقول لك كذا في التعليقات وكذا، طب ليه؟ طب على جلد واحد فكر ودي جاب فكره، ويعني حاول على جال، لو مش الفكره صح على جال حاول. انما انت اللي قاعد تريق، انت عملت ايه؟ قاعد بس تريق وخلاص؟ على جال انت ولا عندك علم ولا تعرف حاجه، هو على جال فكر وحاول.